اوعي تفتكر يا ريتال ان انا ممكن يعني اعمل حاجة عفشة في عيالي ولا في عيل من عيالهم. لا، مين اللي قال كده؟ قطع لسانه. امك اللي قالت. اللي بينك وبين امي انا ماليش دعوة بيه. اللي بينك وبين امي يخليكوا تقولوا اكتر من كده. متزعليش مني يا مرات عمي، انتوا سلاف وضرير في نفس الوقت. احنا خلاص يا امه هنيجي نقعد معاكي هنا. وماله؟ ده انا مبسوطه قوي والله، احسن من البيت الكبير بقى هم وغم، حتى مروان بقى يخوف. اه والله، هو صحيح اشترمي وباعك انت، وانا بصراحه العباره كده يعني ما احبش اللي يبيع امه. اصل اللي يبيع امه يبيع اي حد تاني. مروان استحاله يبيع امه، دي نني عينه من جوه. لا بقى، امك اعتبرته ميت. طيب الحمد لله انك مش متضايقه، اصل يعني كنت شايله همك انت لا تتضايقي. حسن، خد مرتك يا حبيبي وخليها تختار المطرح اللي يعجبها. الحمد لله ربنا خد مني واد زي ما هي قالت، بس اداني واد وبنت تانيين. اطلع يا حبيبتي، نورتي مطرحنا. قومي. انت هتقعد الحيزبونة دي معانا يما؟ ايوه. هتبقى قدامي للنهار؟ لا، انا ما اقدرش استحمل. لا يما، انا ممكن اموتها. لا، هم عليها، هي هتموت نفسها لوحدها. أصلها فاكرة إنها تقدر على جبرية. غلطانة. ده أنا خدت هذا ولدي وهو حي. أمال هي أنا هعمل فيها إيه؟ بقولك فين الواد؟ هجيبهولك. طب هاتهولي عشان عايز أكله، ولا ده كمان مش همك؟ عارفة إيه اللي مخليني مستحملك لحد دلوقتي؟ إيه يا روح قلبي؟ عبد الله. لا، ما تاخدش ببالك، لو عايز تسيبني يا حسن سيبني، وانا هعرف اربي الواد كويس قوي. ما انا لو كنت شفت منك حاجه عدله او حسيت انك هتعرف تربي ما كنت جبتك هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا متاكد انك بتكرهيني يا ريتال. انت عمرك ما حبيتي حد اصلا، انت ما بتحبيش غير نفسك وبس. خايف الواد يرضع منك، ينزل لبنك سم في جوفه. انت عمرك ما كنت مع حسن ولا بدنيته اصلا. حتى لو مت انت مش هتزعلي عليا. وازعل عليك ليه؟ طالما لقيت اللي يزعل عليك ويعيط بدل الدموع دم. انا فاهمك يا حسن اكتر من نفسك، وعارفه انت بتفكر في ايه. مش انت لافف على واحده جديده؟ براحتك على فكره، من حقك اعمل اللي انت عايزه. اقول لك على حاجه، اتجوزها وتجوز غيرها كمان، بس خليك فاكر اللي انا بقوله لك ده. انت هتلف لفتك وهتجري تاني حسن، وانا هبقى قاعده مستنياك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقه. ايه، زعلت ولا الحقيقه مره زي ما بيقولوا؟ انت فاكره باللي انت بتعمليه ده هتقلب الترابيزة وتخليني انسى انت بتعمل ايه؟ وايه بقى اللي انا بعمله يا روح قلبي من جوه؟ بعمل ايه؟ قلت مش عايزه اقعد مع امك؟ اقسم برب العزه هي كمان ما طايقاني، وانت عارف كده كويس قوي. انت عايز نزهه يا حسن عشان تفضل الحلوه اللي كلبشت في رقبتك. بس انا بقول لك اهو، براحتك اعمل اللي انت عايزه، طير بجناحك وافرد نفسك وزي ما انت عايز، عشان لما تقع في حجري تعرف مين هي ريتال. ايه؟ مش ناوي تجيب الواد ولا ايه؟ ولا هتسيبه يموت من جوه؟ لا، بعد الشر عليه. خد يا حسن، ادي لها الواد اترضع. الف هنا. ايه الكلام ده يا ست كريمه؟ هي مش ريتال دي تبقى مرات ابنها؟ ايوه. تبقى خاطفه الواد ازاي؟ بقول لحضرتك جبريه واخده الواد ومش عايزه تجيبه، وحسن جه عندنا البيت برضه خد ريتال بالعافيه وداها عند امه.
يا ست كريمة دي أمور عائلية، خلافات بتحصل في كل العائلات. لا طبعاً ما بتحصلش في كل العائلات. حضرتك مش فاكر لما جبرية خدت العزة في ابنها وهو لسه عايش؟ أنا هكلم مروان. تكلم مروان ده إيه؟ أنا عايزك تتحرك. عايز أنا أتحرك أعمل إيه؟ أروح لواحد ومراته بيتهم وأقول لهم اخرجوا منه؟ مش لما تكون مراته دي رايحة بيت أمه بمزاجها وبرضاها؟ حسن يبقى جوز رتال وهو قرر يعيش مع أمه وهو حر، ومراته لازم تكون معاه مطرح ما يروح. يعني حضرتك مش عايز تقوم تتحرك وتعمل أي حاجة؟ تحب أتدخل بشكل ودي؟ ودي ده إيه؟ أنا عايزاك تتدخل بشكل رسمي، عايزاك تروح تجيب جبرية من شعرها. آسف والله يا ست كريمة، مش هينفع. يعني إيه مش هينفع؟ يعني مش عايز تعمل بلاغ رسمي إن الواد مخطوف وبنتي كمان؟ أبوه يجي يقول الكلام ده أو أمه وأنا تحت أمره. يعني أنت مش عايز تعمل حاجة؟ ماشي يا فريد بيه، ماشي. أنا بقى هتصرف. شكراً. فوزية، أنا كنت عايز أخد ميعاد من مروان. مش وقته. أنا بتصل بيه ما بيردش. ما قلت لك مش وقته. محروس بعد عني، أنا مش فايقالك. أمال هتفوقي لي إمتى؟ عايز إيه دلوقك؟ عايز أبقى معاكي زي ما اتفقنا. عايز ابني ولا بنتي اللي جايين يبقوا في حضني. خايف عليه؟ آه خايف عليه، وعايز أنا اللي ربيه. لا، تلاقيك خايف على روحك. خايف أرجع في كلامي وتلاقي نفسك مرمي على الزراعية مش لاقي تاكل. أنا مش عاتبك، مش عاتبك على اللي بتقوليه، عشان أنا قلت أكتر من كده بكتير وعملت أكتر من كده بكتير، وعارف إن اللي جواكي يخليكي تقولي أكتر من كده 100 مرة. أنا مفيش حاجة جواي. فوزية، من الآخر كده، الكلام اللي أنتي قلتيه كلام وخلاص، ولا كان قلبك واجعك على ابنك؟ أنا عارفة وفاهمة زين أنا بقول إيه وبعمل إيه. راحة فين؟ ملك صالح، هتحاسبني إياك. آه، أنتِ مش عايزة محروس جوزك، أنتِ عايزة خدام تحت رجليكي، عايزاني أبقى مداس في رجلك، وده مش هيحصل. يعني؟ يعني آه أنا عايزة أرجع لك، بس لازم نتفق على حاجات، زي ما في حاجات أنتِ عايزة تتأكدي منها. ياكش فاكرني هموت عليك صح؟ لا، أنتِ مش هتموتي عليا ولا حاجة، أنا اللي عايزك وعايزة أرجع لك، بس في نفس الوقت أنا عمري ما هكون خاتم في صباعك. وده على أساس إيه؟ على أساس إنك راجل مال وهدومك؟ على أساس إنك تقدر تخلي المرة اللي معاك تحكي وتتعايق بيك؟ بص يا ولد الناس، أنا راجعة لك وأنا دايسة على قلبي، دايسة على روحي، وكأني بشرب سم. كل ده عشان خاطر. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابننا؟ ابننا أنت خايفة عليه قوي؟ خايفة إيه؟ خايفة يكبر يقولوا إن أبوه صايع ملوش شغلانة؟ ومش خايفة من ست أم أبوه اللي راحت في ميكروفون الجامع وقالت ان ابنها مات وهو لسه حي ونفسه لسه فيه؟ اوعي تكوني فاكره ان انتوا سيرتكم مش على كل لسان في البلد. انتوا سيرتكم على كل لسان، البلد كلها ملهاش سيره غير بيت عبد الحكيم وجبريه اللي قتلت اخوه وكانت عايزه تقتله، وبنت اخوه اللي وقفت قدامه في المحاكم. خايفه من مين؟ من محروس؟ خايفه ان اكون نقطه سودة في حياته؟ وانتوا تبقوا ايه؟ ايوه، طلع الغل والسواد اللي جواك. انا مفيش غل جوايا، انا على الاقل اللي على راسه بطحه انا جاي بعترف بيها. الدور والباقي عليكم انتوا، مفيش حد احسن من حد يا فوزيه. خسيس، هتقول ايه غير كده؟ انا على فكره مش بقول كده عشان اعايرك ولا خليكي تاخدي موقف مني، انا عايزك تفهمي وتعرفي ايه اللي بيحصل، على الاقل عشان خاطر ابننا. عنده حق يا فوزي، كل كلمة قالها كان عنده حق فيها. أنا اللي بعزمك، أنت فاكر يا ابني إن أنا شوية في البيت ده ولا إيه؟ البس بقى أشيك حاجة عندك علشان أنت معزوم على العشاء النهاردة. أيوة، خلاص ماشي، لما تيجي. باي. زي الجمل واجرط على نابي واخد الحديد والطعن في جنابي. كلمني عبد الحكيم،
قول له اعمل ايه يا اخوي؟ اديني علامة. طب حتى تعالى لي في المنام وقول له اعمل ايه؟ دلني يا رب يا رب، ارجع له ولا بعد عنه؟ كسرت قلبك يا فوزية يا حيرتك، عاوزة ترجعي له ليه يا فوزية؟ عشان هيبقى بولدك؟ ولا ما عايزاش تعيشي لحالك بقيت عمرك؟ خايفة من الناس اللي في بيتك وهم أهلك، وما خايفاش من محروس، وانت عارفة انه تعبان عايز فلوسك وبس. ما تقولي يا عبد الحكيم اعمل ايه؟ ارجعله كيف؟ ارجعله كيف وانا كده؟ عايش معاه كيف وانا كده يا ربي؟ لا، انا لازم من الاول ارجع كيف الاول واحسن كمان. ارجع فوزية اللي كل البلد كانت بتحكي وبتضحك عن جمالها. ايوه صح، امال ايه؟ صح يا اخوي صح، هرجع فوزية. وبعد كده يبقى يحل الحلال. طبعا ولا همك، انا اتضرب واتبهدل وانت ولا على بالك. انت مسافر ولا ايه؟ لا. امال البدله دي ليه؟ عندي ميعاد. ميعاد؟ عينيك مصحصحه قوي والنور هيبج منها. فيها ولية؟ ولية؟ انت عندك ميعاد مع مين يا حسن؟ شغل يا مفيدة، شغل. شغل ايه اللي بتلبس له بدله هنا؟ حجاب الواحد جاي من مصر. هو اللي جاي من مصر معرفش الناس اللي هنا بتلبسيه؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايز وجع دماغ. طب كريمه ضربتني. خدي حقك. اخد حقي كيف يعني؟ اضربها زي ما ضربتني؟ بقول لك ايه يا مفيد؟ انا طلعت الرتال عشان ما يبقاش فيه كل يوم هم وغم، عايزه ايه تاني؟ بيج انت طلعت الرتال عشان خاطري وعشان ارتاح من مشاكلها؟ ايوه امال. هو انا عندي اغلى منك؟ عن اذنك. ماشي يا حسن. ماشي. اقعد اقعد اقعد، وانت كل ما تشوفني تقوم تجري. اقعد اقعد اقعد، انا نفسي اتكلم مع حد. عطاء، هقول لك على حاجه بس توعدني انك ما تقولش لحد. ما انت هتقولي ازاي يعني؟ ما علينا، انت عارف طبعا ان فوزيه حامل. ما انت عارف ان فوزيه حامل، وانا بيني وبينك نفسي ارجع لها، بس مش عايز ارجع لها وانا ضعيف، عايز ارجع لها وانا فوق، مش عايزه تحط رجلها على رقبتي. ام ام ايوه، ما انا عندي شويه برضو من الاحمر اللي بتقول عليه ده. ام دم. ايوه، بس انا بعد اللي حصل مش عايز حد يدوس عليا تاني يا عم كامل. اشتغل اشتغل ايه؟ كنت عارف انا بعرف اعمل حاجه. احاول. ايوه بس مع مين وفين؟ ايه هو انت جاي انت اللي بترغي؟ ده انا اللي عايز اتكلم. انا هطق بقول لك. كل 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 جتك داهيه في شكلك. كل يا راجل اتلهي. السلام عليكم. اهلا 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 يا حسن، نورت. يا اهلا بيك. اهلا اهلا بيك. انا اللي عزمته يا ريم. يا طبعا حسن ينور في اي وقت، فرصه برضو تعرف على مهدي. عن اذنك هدخل لمحرم. اتفضلي. شكلك زي القمر. زي؟ انا قمر اصلا.
تعرف الجلابية بتبقى حلوة عليك، بس البدلة رسمات كده شكلك حلو. أنا أي حاجة عليا بتبقى حلوة أصلاً. أنا بحب الرجل اللي واثق من نفسه. أقول لك أنا بحب الرجل المغرور كمان. لا مغرور إيه، أنا غلبان والله. لا أنت مغرور وقوي كمان، بس أنت اللي مش واخد بالك. خلاص اللي تشوفيه. تعالى معي نروح. حسن عبد الحكيم؟ أيوه، وبنتك هي اللي عزمته. طب ما كانت تقول لنا. سيبك من الموضوع ده دلوقتي، خلينا في الأهم. اللي هو إيه؟ مهدي جاي دلوقتي، عايزك تبقى لطيف قوي قوي معاه. أيوه حسن. هيبلغك إن أنت هتبقى العمدة، يعني أنت من بكرة تقدر تمارس كل مهامك وشغلك في البلد، مش هيبقى ناقصنا غير فلوس عبد الحكيم وبس. إن شاء الله برضه يا حسن. عايزك بقى والنبي تهدى كده وتركز وبلاش شغل الغجر بتاعك ده. طب تصدقي بقى إنك أنت غلطانة؟ طب اعمل أنت الصح، اعمل اللي أنا بقول لك عليه. يلا ده مهدي. مساء الخير. اهلا اهلا، في مواعيدك بالدقيقة. اهلا. انا ما اقدرش اتأخر ابدا على الناس اللي بحبهم. ازيك يا مهدي باشا؟ اتفضل. ازيك يا محرك؟ اتفضل. تحب بقى تاخد قهوتك فين؟ في المكتب ولا في الجنينة؟ انا افضل في المكان اللي بيريحك، وانا اعتقد ان انت بتقعد دايما في المكتب صح؟ صح. اتفضل. هوصلك على القهوة بتاعتك. ما تتأخريش. حاضر. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل هنا؟ اتفضل. طيب. اهلا وسهلا. أنا عارف إني مقصر معاك يا محرم، كان المفروض أجي أزورك أول ما نزلت البلد. مش مهم اللي فات يا باشا، المهم اللي جاي. لا اللي جاي أحسن كتير، إن شاء الله هتنبسط. أنا نفذت لك طلبك عشان تعرف إن أنا نيتي صافية وما بشيلش من حد. شكرا. قهوتك جاية حالا يا باشا. أنا ما بحبش باشا دي يا ريم. ليه؟ خلاص ما عادش منه. خلصت البشوية. أنا راجل بسيط وأحب الناس كلها تتعامل معايا بالطريقة دي، ولا إيه يا محرم؟ الحقيقة يا باشا اللي عرفته ان الناس كلها بتحبك وبتحاول تقرب منك وليك شعبية كبيرة، انا ما كنتش فاكر انها بالشكل ده والله. على فكرة البشوات بشوات والألقاب محفوظة، ها؟ واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش، وبعدين اذا ما كنتش انت يتقال لك يا باشا، مين اللي يقوله يا باشا؟ انا كل اللي يهمني يا ريم ان جناب العمدة يبقى راضي عني. ما تقولش كده يا مهدي باشا، معقولة يعني؟ وحشتيني يا ريم. مروه الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا زينب. الحقوني الحقوني، مصيبه كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ في يا ماما خير؟ جبريه عملت مصيبه، خطفت الواد ابن ريتال. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي يعني؟ وحسن فين؟ حسن يا حبيبتي جه هنا، خد ريتال من شعرها وزقني في صدري وخدها وداها عند جبريه. طيب يا ماما يبقى ما خطفوش بقى، يبقى خد مراته وابنه وداهم هناك. انا بكذب يا بت؟ بتكذبيني؟ قولي لي ايه اللي حصل. هقول لك يا حبيبي كل اللي حصل. بص بقى، انا روحت كده بسلامة نية ومعايا الواد ابن ريتال، قلت ايه اصفي النفوس يعني ووري لها الواد، ما هي جدته ولازم تشوفه. راحت ماسكه في الواد زي القرادة وراحت نادها لشمس، يا شمس تعالي خد الواد ده انت اللي هتربي.
كله هيبقى في عيبه، بس انا هقول له ان كريمه دي في الاول وفي الاخر تبقى مرجته. هيحبك والله هيحبك. يلا يا بنت الرجل تعالي انا معاك. انت رايح فين؟ هروح لامي اعرف ايه اللي حصل. طيب بلاش دلوقتي. لازم اروح يا زينب. اسمع مني، انت لو رحت لها دلوقتي هتبقى عارفه انك جاي من بره على طول على هنا، واكيد امي هي اللي سخنتك فبلاش. لازم اخلص من الحكايات دي. الحاجات دي ما بتخلصش ابدا يا مروان. هروح يعني هروح. طيب ما تكلم حسن. تليفونه مكفول. خلاص يبقى هم اكيد كويسين، مفيش اي حاجه، يمكن يكونوا نايمين. روح وقت تاني. كده يا زينب، كده يا بنت عمري، كده. ايوه عرفت كل حاجه. الحقيقه اني عرفت كل حاجه ومش متضايقه خالص. غريبه، ده انا قلت لو عرفت هيكون زي الافلام، تصدمي وتقولي بابا شغال في الممنوع تبقى كارثه. الدنيا كلها شغاله في الممنوع، اقول لك الدول كمان شغاله في الممنوع. يا سلام. ايوه طبعا، هو مين اللي بيعمل السلاح؟ مش الدول نفسها علشان الدنيا تضرب في بعضها وتاكل بعض؟ هو انت فاكر ان تجاره العبيد خلصت خالص؟ لما تسافر بره هتعرف ان في عبيد وفي اسياد. الدول الكبرى بتتعامل مع الدول اللي اقل منها على ان هم عبيد عندها، نملة تدوسوا تحت رجليها. الفلوس هي القوة اللي بتخلي كل حاجة تحصل وانت مرتاح. هي الناس بتحارب بعضها ليه؟ عشان الفلوس. الغني كل همه يبقى اغنى، والفقير عاوز يبقى غني. مش مهم بقى يخسر مين. المهم مصلحته بس. عندك حق. مش خايفة على ابوكي؟ خايفة عليه طبعا. بس ممكن اسألك سؤال؟ اسألي تحت امرك. اخاف عليه وانا غنية ولا اخاف عليه وانا مفلسة؟ طب والسجن؟ ومين قال ان السجن هيبقى سجن لو احنا معانا فلوس؟ ومين قال لك ان انا ممكن ما اخرجوش في ثانية؟ طب غير الموضوع. بصراحة مصدوم. فيا؟ بصراحة يعني لو المفروض تتصدم هتتصدم في والدك. اللي اعرفه يعني ان انت ما كنتش تعرف هو بيشتغل في ايه ومع مين. يلا يا جماعة. أنا عايز أفهم، أنت سايب الحريم بتوعك وجاي تقعد معانا هنا؟ يغوروا، لا هي تاخدهم. طب يلا. يلا ألو. اتفضل. كنت فين النهاردة يا بت؟ هكون فين يعني؟ لما أسألك تجاوبي. في إيه يا ولية؟ بقول لك إيه؟ أنا ما طايقاش روحي، عايزة تتخانقي روحي عند والدك هناك وحلي عني. بت أنت؟ هو إيه اللي بت 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 بت؟ عايزة إيه؟ عايزة أنا أقعد لك هنا زي قرد قطع؟ والشغل؟ شغل؟ هو فين الشغل ده يا حسرة؟ قلنا البلد هنا ما فيهاش شغل. البلد هنا فيها فقر فوق فقرنا. الناس هنا عايزين اللي يديهم مش اللي ياخد منيهم. إلا بقول لك يا حماتي، هو إحنا قاعدين هنا ليه؟ بنهببوا ايه؟ أنا أقولك قاعدين هنا علشان أنتي عايزة كده، مزاجك كده. وأني بقى عارفة أنتي قاعدة هنا ليه؟ عارفة؟ وعارفة ايه بقى يا ست الحسن والجمال؟ عارفة إن الواحدة مننا عمرها ما بتنسى العشق اللي لودها وخلاها كده تلف حوالين نفسها. أنتي اتجننتي يا بيت؟ طب اعمليها كده، اعمليها وأنا أروح عند صوفة وأقول له على كل حاجة، واقول له على البلاوي السودا اللي قالها لي محرم بيه. تحب اقولها ولا بلاش؟ يعني كنت عنده؟ ايوه كنت عنده. كنت عنده بتعملي ايه يا روحي؟ انت مال اهلك انت؟ يلا. انا مال اهلي؟ طب ايه رايك انها تشوفي اسود ايام حياتك؟ طب اعمل مد ايدك كده. حميد واقف ايه؟ سكوا جايب لاخر البلد ليه؟ اسال امك. اتلمي يا بيت. واتلمي ليه ان شاء الله؟ على راسي بطحه ولا عامله عامله؟ في ايه يا بت؟ بتتنططي علينا وشايفه نفسك ليه؟ وانا اقدر برضو، بس اصل امك كده عفرطتني. مش احنا قلنا دي ست كبيره ونسيسها ونهدي الامور؟ حاضر من عيني. لا حاضر من عيني دي يبقى في ان في ايه؟
واه هو لا كده عاجب ولا كده عاجب. اموت انا. عايزه ايه يا وليه؟ ركبتك خلاص ودلدلت رجليها على كتافك وما عدتش قادر عليها. عايزه تقولي ايه يا اما؟ البت دي انا مش مستريحه لها. وبعدين اسالها كانت فين من الصبح. اصلك اهبل وعبيط وانت ما بيهمكش الا حاجه واحده في حياتك، طالما بطنك اتملت ودماغك اتعمرت تتحرق الدنيا باللي فيها. ما تجيبي من الاخر ياما وتقولي لي هتعرفي ايه انا ما اعرفوش. انا ما اعرفش حاجه، انا بنبهك وخلاص. البت دي مش لازم تمشي على مزاجها وتعمل اللي هي عايزاه، لازم تعرف هي بتروح فين وبتيجي مع مين وبتقابل مين وبتقعد مع مين. ولا اقول لك؟ ما تقولش كده خالص، انت قول لها ان انت وافقت خلاص على اللي هي عايزاه، وان احنا هنسيب البلد دي وهنروح ناكل عيش في بلد تانية، وقول لها خلاص انك موافقه. شوف بقى هتقول لك ايه. قلتلي ان في بعثه جايه تنقب عن الاثر في البلد، صح؟ يعني مش مفروض الحكومه تبقى عارفه بحكايه البعثه دي ولا ايه؟ هو انا قلت غير كده؟ لا معلش صعبه عليا دي شويه، مش فاهمه حاجه، فهمني. هو صحيح البعثه دي تبع الحكومه، بس اللي هيستضيفها احنا، يعني احنا اللي هنقول لهم يعملوا ايه ويفتشوا على ايه ويلاقوا ايه، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ لبنى خليهم يحضروا لنا القهوة. حاضر. ايه يا لبنى، انا كلامي مش عاجبك ولا ايه؟ لا خالص، مين قال كده؟ اصل المفروض صاحب البيت ما بيقومش من على السفرة ابدا غير لما الضيوف يمشوا، والا انت كده تبقي بتقولي لي بالسلامة. لا 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 خالص، انت عارف لبنى طول عمرها عايشة بره، وانت عارف عادات بره دي غير ده خالص. بس انت واجب يا محرم تعرفها الاصول والعادات عندنا، ولا انت ناوية تسيبينا وترجعي اوروبا تاني؟ كنت الاول بفكر في كده، بس دلوقتي انا حبيت هنا قوي ومستحيل امشي. السفرة دايما. انت شبعت انت كمان ولا ايه؟ كده زين جو. ايه يا محرم؟ هم كلوا قبل ما اجي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تشغلش بالك بيهم وخليك معايا احسن. وكلتيه؟ لسه مخلص اكل. الف هنا يا اختي. مالك شكلك متضايق ولا قلقانه يا بت؟ انا وانا هقلق من ايه ان شاء الله؟ يعني لا يكون عقلك بيقول لك اني جايبك هنا عشان اخد بطاري منك ان شاء الله. أنا؟ طب يا رب أموت لو بفكر كده، ولا ده اللي في بالي؟ يا رب بعد الشر، لا يعني قصدي أنا واخدة على خاطري منك. كنت
روحي. ومهدي باشا كان هناك. وحسن كان معاهم؟ ايه. الحقيقة انا كنت فاكر ان حسن قال لك. روحوا انتم. يلا. مروان يا حبيبي الحقني يا ابني، مش قادر انام ولا اكل ولا اقعد ولا اعمل اي حاجة، عايز اطمن على بنتي يا حبيبي. بكرة الصبح هروح لهم. الصبح ده ايه؟ بقول لك اسمي مولع نار، عايز اطمن على بنتي. اهدي. اهدى اهدى ازاي؟ ده انا مرعوبة، مخي عمال يودي ويجيب، خايفة لا تعمل فيها زي ما عملت في فريدة. سامحني يا ابني ما اقصدش. بصراحة يا مروان، اصل انا عندي كلمتين يا حبيبي واقفين في زوري عايز اقولهم لك. ممكن تأجلي الكلام لبكرة الصبح؟ أنا دماغي فيها مليون حاجة. بقول لك واقفين في زوري مش عارفة أبلع ريقي. قولي اللي في زورك. أمك فضحتنا يا مروان. فضحت اللحمة في السوق وخلت رقبتنا زي السمسمة قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. لا، أنت لازم تشوف لك حل وحل سريع كمان. قومي نام يا مرت عمي. أنت زعلت مني يا حبيبي؟ ما تزعلش، حقك عليا. أصل أنا وبناتي في البلد دي ملناش حد غيرك أنت وحسن. وحسن ايدك منه والارض ماشي في دي الجبريه. تقول له شفت اخوك عمل فيا ايه؟ طردني وداس على كرامتي، وانا خايفه على ريتال وعلى زينب مراتك. انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي، وعارف كمان انا هتصرف كيف مع جبريه، واللي حصل هيتنسي. هيتنسي ازاي؟ انت لا هتنسى ولا هتعرف تعمل مع جبريه حاجه من اصله. وانت شايفه الصح ايه؟ تغير طريقتك معاها خالص وتوريها العين الحمراء. ايوه لازم جبريه تخاف منك وتعمل لك الف حساب. لازم تحس ان انت جبل ما يهزهوش الرياح، تترعب لما تسمع اسمك كده. انت عارفه الصح ايه؟ ايه يا حبيبي؟ نحطكم انتوا التنين في الجزيره لحالكم واسيبكم لبعضيكم عشان اريح واستريح. ايه؟ ايه؟ وايه يا اختي ده؟ وانا قلت ايه يعني؟ شوفي يا اختي الواد بيسيبني ويخرج ازاي؟ طب يا ريت يا مروان تحطني انا وجبريه في الجزيره عشان اموت جبريه واريح البشريه.